الرئيس السيسي يوجه باستخلاص الدروس المستفادة من تجربة مصر في مكافحة تداعيات أزمة كورونا. وفقا لتوجيهات الرئيس، مدبولي يؤكد أن قيمة التصالح في الريف ستكون الحد الأدنى وهو 50 جنيها للمتر. ترامب يبدأ حملة انتخابية في ولايات ديمقراطية ويتعهد بمضاعفة الوظائف وتعظيم الاقتصاد الأمريكي. السابعة صباحاً، الخامسة بتوقيت جرينتش، نشرة إخبارية مفصلة تأتيكم من القاهرة. أهلاً بكم. في البداية نرجو من جميع المصريين أخذ الإجراءات الاحترازية ضد فيروس كورونا، احمي أهلك واحمي بلدك. وجه الرئيس عبد الفتاح السيسي بتوفير جميع الإمكانات لنجاح بطولة كأس العالم لكرة اليد التي تستضيفها مصر في يناير القادم. جاء ذلك خلال اجتماعه مع وزير الشباب والرياضة ومستشار رئيس الجمهورية للشؤون المالية، وفي اجتماع آخر مع دكتور محمد عوض تاج الدين مستشار رئيس الجمهورية لشؤون الصحة والوقاية. وجه الرئيس بالتنسيق بين مختلف الجهات الحكومية المعنية بالدولة لاستخلاص الدروس المستفادة من تجربة مصر في مكافحة تداعيات أزمة فيروس كورونا منذ اندلاعها عالمياً. اجتمع السيد الرئيس عبد الفتاح السيسي مع الدكتور أشرف صبحي وزير الشباب والرياضة واللواء محمد أمين مستشار رئيس الجمهورية للشؤون المالية. الاجتماع تناول متابعة الاستعدادات النهائية لتنظيم بطولة كأس العالم لكرة اليد للرجال والمقرر أن تستضيفها مصر في يناير 2021. وقد وجه السيد الرئيس بتوفير جميع الإمكانات لنجاح البطولة ولتكون بمثابة احتفالية رياضية عالمية على أرض مصر وأضخم حدث رياضي على مستوى العالم يتم تنظيمه بحضور جماهيري منذ بدء جائحة كورونا. وأوضح المتحدث الرسمي أن السيد وزير الشباب والرياضة استعرض مختلف جوانب الاستعدادات الجارية على مستوى اللجنة العليا المعنية بالإشراف على تنظيم كأس العالم لكرة اليد، بما فيها جهود رفع كفاءة البنية التحتية الرياضية التي ستشملها البطولة، مشيرا إلى أن البطولة ستشهد مشاركة 32 دولة لأول مرة في تاريخها وإقامة 108 مباريات في 4 صالات مختلفة بثلاث محافظات، بالإضافة إلى توفير 10 صالات رياضية أخرى لاستضافة تدريبات المنتخبات، كما سيتم اختيار ما يقرب من 1100 متطوع من أفضل العناصر الشابة للمشاركة في تسيير البطولة، مع وضع برنامج تدريبي مكثف لهم حول التعامل مع الفرق والوفود ومبادئ الإسعافات الأولية، وذلك للمساهمة في إخراج البطولة بأفضل صورة مشرفة. كما شهد الاجتماع عرض الخطوات الإنشائية والتمويلية لصندوق الرياضة المصري، والذي يعد أول صندوق استثماري لدعم الرياضة في مصر، حيث وجه السيد الرئيس بحوكمة أداء الصندوق بهدف استدامة عوائده المالية لصالح دعم الأبطال الأولمبيين واكتشاف ورعاية الموهوبين رياضيا وإقامة البرامج القومية للياقة البدنية والصحة العامة. كما اجتمع السيد الرئيس عبد الفتاح السيسي مع الدكتور محمد عوض تاج الدين مستشار رئيس الجمهورية لشؤون الصحة الوقائية. المتحدث الرسمي باسم رئاسة الجمهورية صرح بأن الاجتماع تناول متابعة جهود الدولة في التعامل مع فيروس كورونا المستجد والاستعدادات لمواجهة أي موجة ثانية قد تكون محتملة. وقد وجه السيد الرئيس بالتنسيق بين مختلف الجهات الحكومية المعنية بالدولة لاستخلاص الدروس المستفادة من تجربة مصر في مكافحة تداعيات أزمة فيروس كورونا منذ اندلاعها عالميا، وذلك لاتخاذ الإجراءات الاحترازية اللازمة خلال الفترة المقبلة للتعامل مع أي تجدد قد يكون محتمل لانتشار فيروس كورونا، بما فيها تكثيف حملات التوعية على مستوى المواطنين خاصة مع قرب بدء السنة الدراسية الجديدة.
وقد استعرض الدكتور محمد عوض تاج الدين في هذا الإطار الموقف الراهن من نسب الإصابة والتعافي من الفيروس على مستوى الجمهورية، فضلا عن جهود الدولة الناجحة والمستمرة من خلال أجهزتها المعنية والتي تضمنت تطوير المستشفيات وإقامة العيادات المتنقلة وتطبيق إجراءات الكشف والعزل والتعايش وتوفير التحاليل المعملية اللازمة وتحديث بروتوكولات العلاج الطبي باستمرار، إلى جانب الجهود الوطنية البحثية لاكتشاف الأمصال اللازمة لمكافحة فيروس كورونا. قامت الدولة بسلسلة من الإجراءات للتيسير على المواطنين فيما يتعلق بإجراءات التصالح في مخالفات البناء. آخر هذه الإجراءات كانت التوجيهات الرئاسية أن قيمة التصالح في الريف ستكون الحد الأدنى وهو 50 جنيها للمتر، وكذلك خصم 25% من قيمة التصالح من مخالفات البناء حال سداد المبلغ بالكامل. الانحياز للمواطن والتخفيف عن كاهله استراتيجية تتبعها الحكومة وتترسخ يوما بعد يوم على أرض الواقع. ظهر ذلك بوضوح مع جملة التيسيرات التي أعلنتها فيما يتعلق بالتصالح في مخالفات البناء. تيسيرات شملت تخفيض قيم التصالح بنسب وصلت إلى 70%، وكذلك تحديد قيمة التصالح في الريف لتكون الحد الأدنى وهو 50 جنيها للمتر، وذلك وفقا لتوجيهات من الرئيس السيسي. نعلن النهاردة أن قيمة التصالح لكل الريف المصري مهما كانت ظروفه ومهما كان موقعه هيبقى هو الحد الأدنى المقرر في قيم التصالح، يعني 50 جنيه. يبقى أي مبنى في الريف النهاردة هو قيمة المخالفة بتاعته هتبقى 50 جنيه فقط، بغض النظر بقى مكانه متميز، مكانه فين، مكانه في أي محافظة، احنا هناخد فقط الحد الأدنى للقيمة المقررة طبقا للقانون. لم يقتصر الأمر عند هذا الحد، بل امتد ليشمل أيضا خصم 25% من قيمة التصالح حال وجود رغبة حقيقية من خلال سداد مبلغ التصالح كاملا، ما يبعث برسالة واضحة مفادها أن الهدف من هذه الإجراءات هو تقنين الأوضاع والتخفيف عن كاهل المواطنين. المواطن النهاردة بيقول طب أنا قادر وعايز النهاردة إن أنا أسدد كامل مبلغ التصالح، والنهاردة عشان يعني أنتوا حاطين طبقا للقانون أن أنا أقدر أقسطه على 3 سنوات بدون فوائد، طب أنا النهاردة لو حبيت أسدده مرة واحدة على بعض هنعمل إيه؟ فبرضو أنا بنقولها كمبادرة أن إحنا هنخصم 25% من قيمة مقابل التصالح لو النهاردة المواطن سدد كامل القيمة بتاعت التصالح عشان ننهي مرة أخرى. هو الرغبة من كل هذا الموضوع عايز أقفل الملف. مراعاة البعد الاجتماعي كانت هي الأساس وراء حزمة التيسيرات التي أعلنتها الدولة المصرية التي عقدت العزم على المضي قدما في ملف التعدي على الأراضي الزراعية ومخالفات البناء مع وضع المواطن في عين الاعتبار. فكان قرار تجميد أي إجراء حال تقديم المواطن أي عدد من المستندات المتاحة لديه حاليا على أن يتم السماح باستكمال الأوراق خلال شهرين آخرين. تمضي الدولة بخطوات واثقة نحو مستقبل لا صوت فيه يعلو فوق القانون، وأساسه هو مصلحة المواطن ورفعة شأنه وتوفير سبل العيش الكريم له.
تنفيذا لتوجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي القائد الأعلى للقوات المسلحة، وفي إطار تضامن مصر مع شعب السودان الشقيق المتضرر من السيولة التي اجتاحته خلال الآونة الأخيرة، واصلت مصر تكثيف رحلات الجسر الجوي لتقديم كافة أوجه الدعم للشعب السوداني الشقيق في محنته الحالية. وأقلعت طائرتان نقل عسكريتان من قاعدة شرق القاهرة الجوية متجهتين إلى مطار الخرطوم، ومحملتين بكميات كبيرة من المواد الغذائية والمستلزمات الطبية للمساهمة في تخفيف العبء عن كاهل الشعب السوداني الشقيق. تنفيذا لتوجيهات السيد الرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس الجمهورية القائد الأعلى للقوات المسلحة، وفي إطار تضامن مصر مع شعب السودان الشقيق والمتضرر من السيول التي اجتاحته خلال الآونة الأخيرة، واصلت مصر تكثيف رحلات الجسر الجوي لتقديم كافة أوجه الدعم للشعب السوداني الشقيق في محنته الحالية، حيث أقلعت طائرتان نقل عسكريتان من قاعدة شرق القاهرة الجوية متجهتين إلى مطار الخرطوم، ومحملتين بكميات كبيرة من المواد الغذائية والمستلزمات الطبية للمساهمة في تخفيف العبء عن كاهل الشعب السوداني الشقيق. وأعرب المسؤولون في دولة السودان عن عميق الشكر والامتنان بالجهود المبذولة من جمهورية مصر العربية والوقوف بجانبهم في أوقات المحن والشدائد، مؤكدين أن جسر المساعدات يعد في أصله جسرا للمحبة والترابط التاريخي بين مصر والسودان. يأتي ذلك انطلاقا من دور مصر المحوري باعتبارها الشقيقة الكبرى الداعمة لكافة الدول القارة السمراء، خاصة في أوقات المحن والأزمات. اعلنت وزيرة الصحة هالة زايد تدشين المرحلة الثالثة للتجارب السريرية في مصر على نوعين من اللقاحات ضد فيروس كورونا ضمن 7 أنواع يتم العمل عليها. واضافت الوزيرة انه تم تشكيل لجنة قومية من قبل وزارات الصحة والعدل والتعليم العالي وهيئة الدولة للإشراف على الأبحاث السريرية. النهاردة بداية تدشين مع العالم ومع دول العالم المتقدم، تدشين المرحلة الثالثة للتجارب السريرية على لقاحين من لقاحات الكوفيد 19 الكورونا ضمن 7 لقاحات في العالم، وصلوا للمرحلة الثالثة من هذه الأبحاث الإكلينيكية. طبعا المرحلة الأولى بتبقى على عدد مبحوثين في حدود 20 مبحوث، من 10 ل 20 مبحوث، علشان تتطلب في المرحلة الأولى إن احنا نتأكد من السيفتي أو الأمان بتاع المادة أو التطعيم، ونبدأ نحدد الجرعة المناسبة. المرحلة الثانية بتشمل عدد أكبر، توصل ل200، وبنتأكد فيها من الأمان بتاع التطعيم برضو، والجرعة بتبقى مؤكدة أكتر، ونتأكد من كفاءة التطعيم وقدرته على ان هو ينتج او يساعد الجسم على ان هو يطلع الاجسام المضادة. بعد كده بتتعمل على عدد كبير. تم اعداد مركز على اعلى مستوى طبقا للمعايير الدولية لاجراء التجارب الاكلينيكية. تم عمل تقييم للمركز وان هو اجتاز بنجاح ان هو لاجراء التجارب الاكلينيكية. النهاردة احنا متوقعين طبعا للدراسة على 6000 متطوع. وصلت وزارة الصحة إطلاق القوافل الطبية ضمن مبادرة رئيس الجمهورية حياة كريمة للكشف والعلاج مجانا في مختلف التخصصات الطبية بمحافظات الجمهورية. ضمن المبادرة الرئاسية حياة كريمة أطلقت 6 قوافل طبية للكشف والعلاج مجانا في بعض التخصصات الطبية بمحافظات الأقصر والقليوبية وسوهاج والأسكندرية وكفر الشيخ والفيوم لتقديم الخدمات الطبية المجانية للمواطنين في المناطق النائية والمحرومة من الخدمات الصحية.
دي أول يوم النهاردة في القافلة، بتبقى على مدار يومين، هي طبعا تحت إشراف سيادة الرئيس من أجل حياة كريمة. القافلة بيبقى فيها جميع التخصصات، بطنة، أطفال، نساء، بتقدم فيها العلاج لكل التخصصات. بيبقى فيه قبل القافلة بيبقى فيها هنا برنامج تثقيف قبلها بيوم لاستعداد للقافلة. القافلة بتبقى دايما بنعملها بتبعد مسافة عن يعني أكتر من 15 كيلو المناطق المحرومة من الخدمة عشان نقدم فيها خدمة صحية متكاملة. فكرة العمل القافلة الطبية بتكون ان احنا بنقدم خدمة الاخصائي للمناطق المحرومة والمناطق النائية، والنهاردة بنقدم خدمات للناس، كشف مجاني، اللي محتاج فحوصات طبية في معنا معمل دم، عيادات القوافل الطبية، معمل الدم ومعمل الطفيليات، من اللي محتاج اشعة في اشعة تشخيصية ليه. معنا النهاردة أدوية وعلاج، طبعا الأدوية والعلاج النهاردة معنا 130 صنف أدوية شاملين كافة التخصصات اللي موجودة في 9 عيادات. التخصصات اللي بيكون فيها كثافة طبية عالية بنحاول ان احنا نوفر فيها اكتر من عيادة، يعني احنا النهاردة معنا عيادتين أطفال مش عيادة واحدة، بيكون أطباء اللي معنا أخصائيين واستشاريين، وبنحاول نقدم خدمة على أحسن وجه يعني للمواطنين. احنا النهاردة 6 عيادات تخصصية زائد هي أطفال، بطنة، جراحة، نساء ولادة، تنظيم أسرة، جلدية وعظام. معنا فحص مبكر الضغط والسكر، معنا التقارير الطبية لو نعمل عيان نفع الدولة أو نحول المستشفى عشان نعمل عمليات كله مجاني. زائد عندنا معمل تحاليل طبية وعندنا معمل طفيليات، التحاليل والعلاج والكشف كله مجاني. وتقدم القوافل كافة الخدمات الطبية كالأسنان والجراحة والجلدية والأطفال وخدمات تنظيم الأسرة وغيرها، بالإضافة إلى صيدلية يتوافر بها الأدوية ويتم تحويل الحالات التي تحتاج إلى إجراء عمليات جراحية إلى المستشفيات التابعة للوزارة. وأطلقت وزارة الصحة مطلع شهر سبتمبر الجاري 62 قافلة طبية مجانية بجميع محافظات الجمهورية، تستمر في تقديم الخدمات الطبية بالمجان حتى منتصف الشهر. كشفت بطني والدكتور كتب لي العلاج وجلت رفته من الصيدلية بدون أي مقابل. والله في حاجة يعني إحنا كل اهتمام بنلاقوه في القافلات، يعني إحنا اللي بيغذينا هنا في المنطقة دي القافلات اللي بتجينا على طول، لأن قبل كده جت قافلة واثنين وثلاثة وأربعة. بسم الله ما شاء الله، يعني القافلة ناس كويسة جدا والعلاج موجود متوفر. والله القافلة كويسة، يعني حاجة كويسة، مش وبتجي هنا على طول يعني. بقى فجيت وقطعت تذكرة وخدت التذكرة وجيت هنا للدكتور الأطفال، معاملة كويسة واستقبلوني استقبال كويس والحمد لله تمام. يعني الكشف بالمجان والكشف والعلاج وكل حاجة بالمجان من غير أي فلوس ولا أي حاجة. وتعد القوافل الطبية المجانية إحدى خدمات مبادرة الرئيس حياة كريمة التي أطلقها مطلع شهر يناير 2019، هادفة إلى تحسين حياة المواطنين الأكثر احتياجا والارتقاء بمستوى الخدمات اليومية المقدمة. عقدت تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين الصالون السياسي الخامس تحت عنوان دور مجلس الشيوخ في دعم الحياة السياسية المصرية. وفي كلمة له قال دكتور معتز عبد الفتاح أستاذ العلوم السياسية إن مجلس الشيوخ يعد أحد أهم الجهات التي تضبط القوانين، وإن وجود مجلس نيابي ثاني يفيد الحياة السياسية. من جانبها أكدت أميرة صابر عضو تنسيقية شباب الأحزاب أن بنية مجلس الشيوخ تضمن التنوع في الأيديولوجيات وبالتالي حدوث توازن في البيئة التشريعية، ما يساعد على حدوث التكامل بين مجلس الشيوخ ومؤسسات الدولة. داء أهمية الصالون من أهمية الموضوع، احنا استعدنا فكرة الغرفة التشريعية الثانية، وهي ككل حاجة في الدنيا مش هتنجح في القيام بدورها إلا إذا استوعبنا إيه هو دورها. فإحنا بنلتقي مع نواب بالفعل أصبحوا من أعضاء مجلس الشيوخ، وناس تانية داخل انتخابات إعادة، وناس تانية هتحاول أنها تدخل مجلس النواب، فهي كتروس الآلة، كتروس المكنة. إن شاء الله ربنا يكرم، هذه الرؤى وهذه الأفكار وهذه المشروعات اللي نبع عن شغل ومجهود السادة أعضاء التنسيقية من شباب الأحزاب خلال العامين الماضيين وكل اللجان التخصصية اللي اشتغلت عليها، المشروعات دي هنبتدي نتبناها وهنبتدي نطرحها على هذا المجلس لدراسة وبحث
إمكانية توسيد دعائم الديمقراطية زي ما بنقول، وتعميق الممارسة الديمقراطية، وتنظيم حقوق والواجبات والحريات، وأيضا الحفاظ وإعلاء قيم المجتمع الوطني. ده الصالون الخامس لتنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين اللي بينعقد في مقر التنسيقية، بيناقش دور مجلس الشيوخ في إثراء ودعم الحياة السياسية المصرية. تجربة جديدة جدا بإضافة غرفة ثانية للحياة النيابية المصرية، نأمل أنها يكون ليها إن شاء الله دور كبير في عملية الإصلاح السياسي إن شاء الله في مصر. تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين بشكل خاص أصبح ليها قاعدة من الشباب، يمكن امبارح وصلنا 50,000 متابع على صفحتنا، فبيهمنا جدا جدا أنه القضايا السياسية التي تعني غالبية المواطنين نتناولها بالذات في صالوناتنا السياسية. ده الصالون الخامس، وطبعا الحدث الأهم على الساحة دلوقتي هو الانتخابات. خلاص انتخابات مجلس الشيوخ انتهت، ونحن بصدد بدء انتخابات مجلس نواب، فمهم ان احنا نرجع تاني نلقي الضوء على أهمية هذا المجلس والمنتظر منه وتكامله مع مجلس نواب وما إلى ذلك من أمور. بحث السفير حمدي سندلوزة نائب وزير الخارجية للشؤون الأفريقية مع مدير مكتب رئيس مفوضية الاتحاد الأفريقي عددا من القضايا الإقليمية محل الاهتمام المشترك، كما تطرق الاجتماع إلى ضرورة تعزيز الجهود المشتركة لتشغيل مركز الاتحاد الأفريقي لإعادة الإعمار والتنمية فيما بعد النزاعات الذي تستضيف مقره القاهرة، وأهمية العمل على وضع خارطة طريق واضحة ومحددة في هذا الصدد خلال الفترة القادمة. شهدت الساحة اللبنانية مظاهرتين، إحداهما مؤيدة للرئيس ميشيل عون والأخرى تطالب بتنحيها وفتح تحقيق دولي بانفجار مرفأ بيروت، ووقعت مناوشات بين الجانبين ما دفع قوات الأمن إلى التدخل لمنع وقوع أعمال العنف، كما تم استخدام تعزيزات أمنية بعد محاولة عدد من المتظاهرين الوصول إلى قصر بعبدة الرئاسي. هذا وشكل الجيش اللبناني حاجزا بشريا للفصل بين التظاهرتين بمحيط القصر الجمهوري، وأوضح الجيش اللبناني في تغريدة له أنه اضطر لإطلاق النار في الهواء بعدما رشق متظاهرون عناصره بالحجارة. شدد الرئيس اليمني عبد ربه منصور هادي على أهمية تسريع تنفيذ بنود اتفاق الرياض بين الحكومة والمجلس الانتقالي الجنوبي، مؤكدا أن الاتفاق يصب في مصلحة كل اليمنيين دون استثناء. وأكد هادي خلال ترأسه في الرياض اجتماعا استثنائيا لقيادات الدولة، أكد أهمية مضاعفة جهود مؤسسات الدولة وأجهزتها المختلفة لتخفيف معاناة المواطنين وبناء الدولة الاتحادية، مثمنا تضحيات القوات المسلحة وجهود التحالف العربي في دعم اليمن. صوت أعضاء مجلس الأمة الجزائري في جلسة علنية على مشروع قانون يتضمن تعديل الدستور، وصوت جميع أعضاء مجلس الأمة الجزائري بالموافقة على مشروع التعديل الدستوري باستثناء عضو واحد امتنع عن التصويت. يكون مشروع القانون بهذه الخطوة قد حصل على موافقة البرلمان بغرفتيه في انتظار عرضه للاستفتاء الشعبي في أول نوفمبر القادم. أكد رئيس الوزراء السوداني عبد الله حمدوك أهمية المؤتمر القومي الدستوري المنعقد في السودان باعتباره واجبا تأخر لمدة 65 عاما، وشدد في كلمته على ضرورة أن يبحث المؤتمر الدستوري قضايا مثل العلاقة بين الدين والدولة واللغة وحقوق الإنسان والحريات والمواطنة، بالإضافة إلى قضايا المشروع التنموي بما يعالج قضايا الاستقرار والتهميش والتنمية غير المتوازنة. رحب الاتحاد الأوروبي بإقامة علاقات دبلوماسية بين البحرين وإسرائيل، واعتبر الاتحاد الأوروبي في بيان هذه الخطوة إسهاما إيجابيا نحو السلام الشرق الأوسط، وجدد التزامه بدعم مساعي إقامة مفاوضات إيجابية بين الفلسطينيين والإسرائيليين. أعلنت وزارة الصحة خروج 788 متعافيا من فيروس كورونا من المستشفيات، ليرتفع إجمالي المتعافين من الفيروس إلى 83,261 حالة. أوضح خالد مجاهد المتحدث الرسمي للوزارة أنه تم تسجيل 148 حالة جديدة
ثبتت إيجابية تحاليلها معمليا للفيروس، لافتا إلى وفاة 20 حالة جديدة. أضاف مجاهد أن إجمالي العدد الذي سجل في مصر بفيروس كورونا هو 100,856 حالة إصابة و 5,627 وفاة. بلغ عدد ضحايا فيروس كورونا على مستوى العالم 916,372 حالة وفاة. وأوضحت وكالة الأنباء الفرنسية أنه تم تسجيل 28,534,330 إصابة بالفيروس منذ بدء تفشيه، تعافى منهم 19,016,500 شخص على الأقل. وتعد الولايات المتحدة والهند والبرازيل الدول التي سجلت أكبر عدد في الوفيات في الساعات 24 الأخيرة. ذكرت المراكز الأمريكية لمكافحة الأمراض والوقاية منها إنها سجلت 46,045 حالة إصابة جديدة بفيروس كورونا، وأشارت إلى أن العدد الإجمالي لإصابات كورونا في أمريكا بلغ 6,427,058 إصابة، كما سجلت 10,035 وفاة، ليرتفع إجمالي الوفيات إلى 192,388 إصابة. أعلنت وزارة الصحة البرازيلية تسجيل 814 حالة وفاة وأكثر من 33,000 حالة إصابة جديدة جراء الفيروس خلال 24 ساعة الماضية. ووصل العدد للمصابين بالفيروس في البرازيل إلى أكثر من 4,300,000 حالة، فضلاً عن 131,000 حالة وفاة. هذا وتحتل البرازيل المركز الثالث على مستوى العالم بعد الولايات المتحدة والهند فيما يتعلق بمجمل عدد حالات الإصابة بكورونا، لكنها تحتل المركز الثاني بعد الولايات المتحدة فيما يتعلق بإجمالي عدد الوفيات. أعلنت فرنسا تسجيل 10,561 إصابة جديدة بفيروس كورونا في رقم قياسي جديد، مع تجاوز الإصابات حاجز 10,000 للمرة الأولى. وكان الرقم السابق المسجل هو 9,843 إصابة. وأضافت وزارة الصحة الفرنسية أنه تم تسجيل 17 حالة وفاة جديدة خلال الساعات 24 الماضية. بدأ الرئيس الأمريكي دونالد ترامب جولة إلى غرب البلاد تستغرق 3 أيام، بدأها من ولاية نيفادا أحد معاقل منافسي الديمقراطي في انتخابات الرئاسة جو بايدن والتي خسرها في انتخابات 2016. تعهد ترامب في حديثه إلى الناخبين في نيفادا بالعمل على توفير الوظائف ومضاعفة واردات الاقتصاد الأمريكي، مهاجما منافسه بايدن والحزب الديمقراطي، واصفا إياهم بأنهم يرغبون في زيادة العنف والطائفية بتحالفهم مع اليسار المتطرف. كما عدد ترامب إنجازات ولايته الأولى في تعظيم قدرة الجيش، سحب الجنود الأمريكيين من العراق وأفغانستان في إطار إنهاء الحروب الخارجية. أعلنت منظمة إنقاذ غير الحكومية أن السلطات الإيطالية وافقت على استقبال مجموعة من المهاجرين عالقين على متن ناقلة نفط في البحر المتوسط منذ أكثر من شهر. وأضافت المنظمة أن المهاجرين وعددهم 25 سيصلون إلى ميناء في صقلية جنوب إيطاليا لاعتبارات طبية. وقالت المنظمة إن هؤلاء المهاجرين يمرون بظروف نفسية وصحية خطيرة تجعل من الصعب عليهم البقاء على متن ناقلة النفط. وصل المنتخب الوطني لكرة اليد استعداداته لخوض فعاليات بطولة العالم لليد التي تحتضنها مصر خلال الفترة من 13 وحتى 31 يناير 2021. خاض اللاعبون تدريبات بدنية شاقة في معسكر الفريق بالغردقة تحت إشراف روبرتو غارسيا المدير الفني للمنتخب الوطني. كانت قرعة بطولة العالم لليد
أسفرت عن وقوع المنتخب الوطني في المجموعة السابعة رفقة منتخبات السويد والتشيك والمتأهل من أمريكا الجنوبية. يستضيف الزمالك نظيره الانتاج الحربي اليوم في الجولة 27 من الدوري الممتاز. يحتل فريق الزمالك المركز الثاني في جدول ترتيب المسابقة برصيد 49 نقطة، بينما يوجد الانتاج الحربي في المركز التاسع برصيد 30 نقطة. يواجه توتنهام ضيفه إيفرتون اليوم في الجولة الأولى من البريمير ليج، وأنهى توتنهام الموسم الماضي في المركز السادس في جدول الترتيب ونجح في التأهل للدوري الأوروبي، بينما احتل إيفرتون المركز الثاني عشر. يسعى هذا الموسم لتحسين مركزه والمنافسة على المراكز المتقدمة. هذا ويخوض ويست بروميتش ألبيون المحترف ضمن صفوفه المصري أحمد حجازي أولى مبارياته في الدوري الإنجليزي أمام ليستر سيتي. تمكن ويست بروميتش من التأهل إلى البريمير ليج من جديد بعد غياب عامين، وذلك عقب احتلاله وصفة دوري الدرجة الأولى، بينما أنهى ليستر الموسم الماضي في المركز الخامس برصيد 62 نقطة وتأهل إلى الدوري الأوروبي لهذا الموسم. يتوقع خبراء الأرصاد الجوية أن يسود اليوم طقس مائل للحرارة رطب نهارا لطيف ليلا على القاهرة والوجه البحري، حار نهارا لطيف ليلا على شمال الصعيد، وفيما يلي بيان بدرجات الحرارة المتوقعة. نهاية النشرة الآن تذكرة بالعناوين. الرئيس السيسي يوجه باستخلاص الدروس المستفادة من تجربة مصر في مكافحة تداعيات أزمة كورونا. وفقا لتوجيهات الرئيس مدبول يؤكد أن قيمة التصالح في الريف ستكون الحد الأدنى وهو 50 جنيها للمتر. ترامب يبدأ حملة انتخابية في ولايات ديمقراطية ويتعهد بمضاعفة الوظائف وتعظيم الاقتصاد الأمريكي. في الختام محيط علم السادة المشاهدين أن التردد الجديد لأكسترا نيوز هو 11.785 رأسي. شكرا جزيلا وإلى اللقاء.